حرب غزة لن تعيد جماعات الإسلام السياسي إلى الواجهة. كلنا قرينا عن قلق مثقفين ومحللين وباحثين سياسيين عن احتمالات صعود حركات الإسلام السياسي على ضوء الحرب في غزة. وإن البعض بيقول إن هذه الحركات بدأت تاني تطلع برأسها في كذا مكان وتستغل ما يجري من أجل تعزيز مواقعها ومن أجل استعداد للعودة من جديد. في تقديري إن جماعات الإسلام السياسي استغلت فعلا أزمات كتيرة سابقة لكي تستثمرها، وإن هم دائما أثرياء حرب يفكروا من كل كارثة وكل مأساة كيف يستفيدون، والمتطرفين باستمرار تفكيرهم بهذه الطريقة وهذا المنهج، إنه أي شيء يحصل ولما يحصل أي موقف أخلاقي يتم محاولة هذا الموقف الأخلاقي تسييره من أجل صالحهم والاستفادة من هذا الموقف. لكن هذه المرة في تقديري لم تنجح جماعات الإسلام السياسي في ركوب المشهد، ولم تنجح جماعات الإسلام السياسي في أن تكون في صدارة المشهد أو أن تستغل هذا المشهد كما سبق أن استغلت من قبل. وده لأكثر من سبب. أولا، موقف الدولة المصرية اللي كان واضح تماما وعبر عنه الرئيس السيسي، فلم نترك مجالا إطلاقا لكي تتمدد جماعات الإسلام السياسي وكي توجه خطابا متشددا، لأن الخطاب الوطني كان خطابا قويا ومسؤولا. ثانيا، دور الأزهر الشريف وموقف الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، اللي من أول حرب غزة بيانات وتصريحات ومواقف مسؤولة لقيت احترام العالم الإسلامي بأكمله واحترام العالم الإنساني بأكمله. فموقف الإمام الأكبر وموقف الأزهر الشريف سحب البساط من أي محاولات للجماعات المتطرفة أو تنظيمات الإسلام السياسي لركوب المشهد والاستفادة منه وتوجيهه لصالح هذه الجماعات وهذه التيارات. وبالتالي إجمالا، لا أعتقد إن جماعات الإسلام السياسي يمكن أن تستفيد مما يجري، وإن المتاجرة التي اعتادوها والاستغلال والاستثمار في كل شيء كما اعتادوا لن ينجح هذه المرة. حفظ الله فلسطين.